نشرة الأخبار مع مصطفى إبراهيم وأحلام العبيلي. حياكم الله مشاهدينا إلى ساعة إخبارية مفصلة، هذه عناوينها. في جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، التجديد على تعزيز حماية السفارات وملاحقة مطلقي الصواريخ. بعد أكثر من 40 يوما تفاقم أزمة الرواتب، والمالية النيابية تقترح طرح أذونات خزينة مؤقتة وخصمها من المصارف. عقب الإعلان عن إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا، هبوط قوي في مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والآسيوية. الصحة العراقية تحذر مجددا وترجح ارتفاع الإصابات إلى 10,000 حالة يوميا، والصحة العالمية تؤكد بأن لا نهاية قريبة لفيروس كورونا. أهلا بكم. شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني على ضرورة تجديد حماية البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ. وخلال جلسة طارئة للمجلس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ناقش تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية. وأشار المجلس في بيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرض له إقليم كردستان، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة ومضاعفة جهود ملاحقي مطلقي الصواريخ ومحاسبة القطعات الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني استهداف رتل يحمل معدات للتحالف الدولي في الديوانية. وذكرت الخلية في بيان لها أن رتلا كان ينقل معدات للتحالف الدولي المنسحب بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشومالي، مضيفا أن الهجوم أدى إلى أضرار بإحدى الحاويات دون خسائر بشرية. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 3 إرهابيين والعثور على أسلحة وأعتدة متنوعة ضمن عملية أسود الجزيرة في وادي الثرثار بلانبار. بيان للخلية ذكر أن القوات المشتركة عثرت على 15 قنبرة هاون و7 مقذوفات و7 أنفاق، بالإضافة إلى 4 أوكار مفخخة وعجلات ومنصات صواريخ. بعد أكثر من 40 يوما تفاقم أزمة الرواتب، والمالية النيابية تقترح طرح أذونات خزينة مؤقتة وخصمها من المصارف. عقب الإعلان عن إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا، هبوط قوي في مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والآسيوية. الصحة العراقية تحذر مجددا وترجح ارتفاع الإصابات إلى 10,000 حالة يوميا، والصحة العالمية تؤكد بأن لا نهاية قريبة لفيروس كورونا. في أزمة الرواتب، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار أن وزير المالية يملك صلاحية قادرة على الأقل على تأمين رواتب موظفي العراق. وقال الصفار أن الوضع المالي بشكل عام في العراق ليس جيدا، وأن بقاء الموظفين 46 يوما بدون تسديد رواتبهم يمثل أمرا محرجا للحكومة والبرلمان. وأضاف بأنه يأمل أن تكون لوزارة المالية حلول خلال
الأسبوع المقبل، خاصة وأن وزيرها يمتلك صلاحيات خاصة في طرح أذونات خزينة مؤقتة وخصمها من المصارف، وبذلك يمكن على الأقل تأمين تسديد رواتب الموظفين. كما كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر عن موعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي تمهيدا لحل أزمة مالية كبيرة. وبين كوجر أن الحكومة حصلت على 15 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي. وأضاف أن عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة، لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج. كوجر أوضح أن أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي لكون صندوق النقد والبنك الدوليين والدول عندما تعطي القروض يكون لديها شروط قاسية لأنهم يفرضون أجندات، لذلك الحكومة العراقية لم توافق على الاقتراض الخارجي. مشاهدين، الحديث عن رواتب الموظفين المتأخرة والأزمة المالية الحالية التي يمر بها العراق، ينضم إلينا من الاستوديو الخبير الاقتصادي السيد فالح الزيادي، أرحب به، وكذلك أرحب بمقرر اللجنة المالية السيد أحمد الصفار، ينضم إلينا عبر الهاتف. أرحب بكما ضيفي العزيزين. أبدأ معك أستاذ أحمد الصفار، مقرر اللجنة المالية، إذن لا نستطيع هنا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لكون المنظمات المالية والدول تفرض أجندات قاسية وشروط قاسية على العراق، بذلك من الممكن أن نلجأ إلى الاقتراض الداخلي، لكن هنا البرلمان مبدئيا رفض هذه الفكرة لأنه كان قد وافق عليها في الشهر الماضي. إذن ما هي الحلول المطروحة؟ نعم سيدتي، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدي فضائية العراقية الكرام. نعم أهلا بك. الحقيقة العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة ولمجلس النواب أيضا. أنا أتكلمت عن أذونات الخزانة المؤقتة لأن هناك عجز بسيط لتمويل رواتب هذا الشهر، شهر أيلول اللي تأخرت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين أكثر من 46 يوم، البعض الموظفين اللي كانوا يسلمون رواتبهم ابتداء من 15 بالشهر. ولهذا السبب إذا ننتظر تقديم مشروع الموازنة أو تقديم على قانون جديد للقرض راح تأخر المسألة يمكن أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا يدفع إلى المزيد من الحرج. طيب حضرتك تحدثت عن وجود سندات خزنية مؤقتة تحت سيدتي. عنوان الموازنة المؤقتة، كيف يمكن نعم. الحديث عن هذه التفصيلة كحال يمكن أن نلجأ إليه مؤقتا؟ سيدتي بس إذا تسمحي لي أكمل الموضوع. نعم. أنا جاي على الموضوع بدون مقاطعة رجاء. نعم. يعني في الظروف الحرجة مثل هذه الظروف في أدبيات المالية العامة ووفقا للدستور العراقي وقانون إدارة المالية إذا كان هناك عجز بسيط السيد وزير المالية يمتلك صلاحيات لاتخاذ إجراء فوري. احنا عندنا نوعين من الدين، هناك دين ثابت دين حقيقي هو ناتج عن انخفاض كبير في الإيرادات الحقيقية مقابل النفقات العامة، هذا العجز مستمر دائم ويسمى بالدين المثبت، لكن العجز الحالي بالعراق هو عجز مؤقت، الدين يسموه دين سائر في المالية العامة، ممكن طرح أذونات الخزانة المؤقتة اللي تعبر عن وجود إيراد ولكن إيراد متأخر، هناك عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الإيرادات العامة اللي ممكن تحصيلها مستقبلا. نحن في العراق ما عندنا أزمة المال، دائما نكررها، عندنا موارد ولكن هذه الموارد الدولة الحكومة مدى تتمكن الوصول إليها
وتعظيمها في الحقيقة. لذلك العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت، والدين هو دين سائر ممكن تزيد العجز مستقبلا. أنا اقترحت ومن أجل الخروج من هذه الضائقة والحرج الكبير للحكومة أنه يتحرك معالي الوزير إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب، ثم يكون التحرك بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويرجع الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء الزيارة الأربعينية. لأنه حقيقة يعني بصراحة نقول أنه التأخر كان بسبب التأخر الحكومة. احنا كنا في مجلس النواب اسبوعين، جلسات يومية مستمرة، كنا بانتظار تقديم مشروع الموازنة او تحرك حكومي، ولكن للأسف المشروع ارسل الى مجلس النواب ولم يبقى الا ليلة واحدة في مكتب السيد رئيس المجلس وتم سحبه من قبل الحكومة. حتى احنا باللجنة المالية ما شفنا المشروع، كنا حاضرين انه نقر المشروع لاجل تأمين الاشهر الباقية من السنة الحالية ونتحضر لموازنة 2021، ولكن لا اعلم يعني الاسباب المخفية وراء سحب المشروع. ربما انه تقديم لقرض جديد وهذا شيء قد يكون صعب جدا، ولكن هذا الإحراج لمجلس النواب من قبل وزارة المالية غير مقبول أبدا، لأن الخطأ والخلل هو عدم وجود سياسات مالية ونقدية في العراق. كل ما موجود أنه ينتظرون الحصول على الديون و تمويل طيب. الموازنة التشغيلية، وهذا شيء غير طيب. أستاذ أحمد، أنتم كلجنة مالية مختصة بشكل أساس بهذا الموضوع، ألا يمكن أن تكون لديكم قنوات التواصل مع وزارة المالية لحل هذه الإشكالية؟ كيف نتواصل مع وزارة المالية؟ إذا وزارة المالية وزارة مغلقة تماما، كتومة، لا ترد على المكالمات ولا على الرسائل، يعني كيف يتم التواصل إلا من خلال استضافة إما سيد وزير المالية أو أي ستاف من الوزارة، وهذه تتأخر بين فترة أخرى. لكن ألا ينبغي هنا أن يعقد البرلمان أستاذ أحمد لو سمحت لي أن يعقد البرلمان جلسة عاجلة لإقرار ربما الموازنة أو حتى استضافة وزير المالية لحل هذه الإشكالية؟ يعني الكثير من الموظفين الآن هم بلا رواتب، هم بحاجة إلى هذه الرواتب لتسديد ما لديهم من مستحقات واحتياجات، يعني أكثر من 45 يوم مشكلة هذه. سيدتي الكريمة، كنا مستمرين بالجلسات، ما صار أي تحرك من الوزارة، ونحن الآن أيضا مستعدين لعقد أي جلسة طارئة من أجل حل الأزمة الحالية. ولكن أنا أعطيت الحل بالإمكان الاستدانة الفورية وثم علاج الموقف بعد حين، لأنه يعني غير صحيح أنه الموظف ينتظر أيام بدون راتب وهذا مصدر رزقه الوحيد. طيب يعني الاستدانة الآن بالنسبة لهذا الشهر، ماذا عن الأشهر المقبلة أستاذ أحمد؟ يفترض نعم أكو هناك حلين، إما تقديم مشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى يتم إقراره، أو اللجوء إلى اقتراض جديد إذا تمكنت الحكومة من حصول الموافقة من البرلمان، لأنه مسألة المديونية في العراق أصبحت في نطاق خطر جدا ويؤدي بالاقتصاد العراقي إلى المجهول للأسف. نعم، أشكرك جدا، كنت معنا عبر الهاتف مقرر اللجنة المالية السيد أحمد الصفار، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. أتحول مباشرة إلى ضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي أستاذ فالح الزيادي، مرحبا بك معنا أستاذ فالح. حقيقة أستاذ أحمد الصفار تحدث عن وجود موارد حقيقية في العراق، لا توجد أزمة مالية حقيقية أو دائمية، لكن الحكومة لا تستطيع الوصول إلى هذه الموارد لتعظيمها، كيف تعلقون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الدكتور فالح الزبيدي وليس الزيادي. نعم عفوا. نعم، تحية لك ولجمهورنا الكريم وللضيف الصفار الذي هو مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب. ما تحدث عنه السيد الصفار
يعني وكأنما مجلس النواب في وادي والشعب في وادي آخر. يعني كما نعرف وكما تعرفون جميعا أن أكثر من ربع الشعب العراقي هو يستلم رواتب من الدولة. نعم. أي أنه وهؤلاء يعيلون الباقين، الثلاثة أرباع الباقين. يعني إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي اللي منها البطالة ومنها ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات وغيرها وأسعار الأخرى، واعتماد العراق على الاستيراد وفقدان المنتوج الوطني. يأتي الآن مجلس النواب يؤجل جلسته إلى ما بعد الزيارة الأربعينية. يعني وهؤلاء الموظفين والمتقاعدين من أين ينفقون على عوائلهم؟ يعني ألا يمكن أن يحس هؤلاء بالمواطن العراقي ويعقدون جلسة طارئة الآن من أجل حسم مسألة الرواتب؟ يعني ألا يشعرون بمن هم يمثلونهم؟ نعم، اسمح لي استاذ فالح، يعني حتى هم يعني المسؤولون المعنيون بالوضع الاقتصادي والمالي في العراق هم يظهرون على وسائل الإعلام وقنوات التلفاز، بعضهم يتحدث عن وجود أزمة مالية حادة يعيشها العراق في ظل غياب السيولة النقدية، الأزمة المالية في العراق البعض الآخر ليست مؤقتة كما يدعون. نعم، البعض الآخر يتحدث عن لا وجود لأزمة مالية بسبب أنه الاعتماد العراق من الممكن أن يكون على إيرادات المنافذ الحدودية بعيدا عن انخفاض أسعار النفط. نعم. كيف تنظرون إلى هذا التناقض في تصريحات المسؤولين؟ نعم، تصريحات المسؤولين كما تفضل السيد المسؤول أنه لا يعلم ولا يدري بما يحدث في وزارة المالية. يعني إحنا عندنا الوزارات في العراق وكأنما كل وزارة هي دولة وحدها، كل وزارة لديها أرصدة في المصارف المحلية وقد تكون في مصارف سواء كانت حكومية أو قطاع خاص. نعم، السيد أحمد ولا يعلم آخر عن حجم مقرر اللجنة المالية أستاذ فالح تحدث أنه وزارة المالية شبه مغلقة، لا يوجد أي قنوات للتواصل معها ولا حتى عبر الهاتف. يعني هذا يعني إن كنت تدري فتلك مصيبة، يعني كيف يكون ذلك والأزمة مستمرة والشعب ينتظر الرواتب اليوم قبل الغد. دعيني أتحدث عجالة عن بعض الاقتصاد العراقي يعاني من هشاشة. نعم. هشاشة الاقتصاد العراقي تتمثل أنه يعتمد على إيرادات النفط فقط، ليس لدينا صادرات سوى النفط، سلعة واحدة نصدر، أما بقية السلع التي لا تسد الحاجة المحلية حتى شوية نقلل من الاستيراد وليست لدينا صادرات. نعم. أخرى تتحدث عن غياب الخطط الاستراتيجية والحلول البديلة عن النفط هنا. نعم، الحلول البديلة، نعم الحلول البديلة الآن، الحلول البديلة يجب أن تكون أولا لدينا حلول استراتيجية. نعم. بعيدة المدى، أي تشغيل جميع المصانع المتوقفة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، وبهذا نستطيع أن نوفر سلع ممكن أن تعوض عن المستورد. إقامة سياسة تجارية حمائية للمنتوج الوطني من أجل عدم يعني تلكؤ المصانع في الانتاج. يعني المواطن العراقي من يشوف المنتوج العراقي اغلى من المنتوج الاجنبي في اعتياد يشتري المنتوج الاجنبي، فلذلك لابد ان تكون هنالك سياسه نسميها حمائيه تجاريه ضد المنتوجات الاجنبيه التي لها مثيل من المنتوج الوطني. يضاف الى ذلك الان اما بشكل اني ممكن أن تكون هنالك طبعا كما تحدثوا عن تخفيض الرواتب أو غيرها، تخفيض الرواتب يجب أن لا يشمل الطبقات يعني الطبقات الفقيرة واللي هي من الدرجة الخامسة فما دون. نعم. هذه الطبقات. نعم، السيد أحمد أيضا تحدث عن يمكن اللجوء إلى سندات مؤقتة. نعم، سندات إدونات الخزينة، خزينة مؤقتة ربما. هل يعني من المعقول أن نصل إلى هذا الحد من الحلول للمشكلة وليست حل للمشكلة؟ يعني كل الدول تلجأ إلى مثل هذه تأجيل. نعم. ممكن أن يلجأ لها وزير المالية، هذا مسألة بسيطة، وممكن بيعها إلى المصارف القطاع الخاص، وممكن الحكومة أيضا تقترض من البنك المركزي. كل هذه الحلول موجودة، ولكن يعني الآن وكأنما يعني هنالك فدنية مبيتة بمسألة الرواتب. لماذا هذا التأخير بالرواتب؟ يعني هنالك أيضا ممكن إلغاء الرواتب المزدوجة. نعم. يعني معظم السياسيين يستلمون رواتب مزدوجة، إلغاء الرواتب المزدوجة سيحل جزء من المشكلة. طيب أيضا أستاذ فالح حتى نكون واقعيين ربما أكثر، هل يمكن أن نرمي مسألة غياب الحلول البديلة والخطط الاستراتيجية على الحكومة الحالية فقط؟ لا طبعا، هي من عام 2003 وما قبل 2003 لدينا تراكمات عديدة. نعم. ولكن لابد من العمل، لابد من البدء.
يعني احنا ما نريد ان نذبه على الحكومة الحالية، ولكن الحكومة الحالية ماذا ستعمل؟ اين الخبراء الذين يمكن ان يحلوا هذه المشكلة خلال مدة محددة؟ ايضا يعني من ضمن الحلول، خليني اكمل بلا زحمة، نعم، انه الغاء رواتب اعضاء الجمعية الوطنية السابقة، نعم، وكذلك اعضاء مجلس النواب السابق. يعني كل هذا طبعا يعني هنا تشكل الرئاسات الثلاثة والرواتب العالية تشكل ما يقرب من نصف الموازنة، يعني نصف الرواتب تروح لهم والنصف الباقي اللي من الدرجة الخامسة فما دون. يعني هنا ممكن حلها ولو مؤقتا، يعني ما نريد احنا يعني نتعدى على مثلا بعض الرواتب ولكن بشكل مؤقت. ايضا يعني احنا نشوف انه مسألة أزمة النفط هي ليست للعراق فقط وانما للدول النفطية الاخرى، ولكن الدول النفطية الأخرى لديهم ما يسمى صمامات الأمان، يعني الصناديق السيادية. يعني احنا عندنا مثلا عديد من السنوات من 2005 وحتى 2010 كان لدينا فائض بالموازنة، أين ذهبت الفوائض؟ كان ممكن أن توضع هذه الفوائض في صناديق سيادية نسميها تعمل على حل المشاكل في الحالات الطارئة. هاي طبعا ليست موجودة بالعراق. العراق هو أسوأ البلدان تأثرا من انخفاض أسعار النفط ومن أزمة كورونا. نعم. الآن هو الأعلى عربيا طبعا بالأعداد المصابين بالكورونا، ونخليها الكورونا على صفحة، ولكن بالنسبة لأسعار النفط، لأن ليس لدينا مورد آخر غير النفط، لذلك لابد أن نبدأ من الآن بأن تكون هنالك تنويع لإيرادات الدخل للدولة. نعم. ومن نعم. ضمنها طبعا كما تفضلتي المنافذ الحدودية، السيطرة على المنافذ الحدودية سواء كان اللي من ضمن سيطرة الحكومة المركزية أو من ضمن إقليم كردستان ممكن أن يوفر للدولة ما قيمته 15 مليار دولار بالسنة. نعم، بالإضافة إلى ذلك حضرتك ذكرت بأنه 50% من موارد الموازنة تذهب إلى الموظفين ذوي الدرجات الخاصة والدرجات العليا أيضا. نعم، هذا صحيح. يعني ممكن إحداث موازنة للرواتب. هل من معلومات إضافية أو تفصيلات أكثر حول هذه النقطة أستاذ فالح؟ نعم، هل من معلومات ربما أو تفصيلات إضافية قد لا يعرفها الناس عن ذهاب 50% من إيرادات الموازنة العامة إلى الدرجات الخاصة من الموظفين؟ يعني هذه الرئاسات الثلاث والأعضاء مجلس النواب السابق وكذلك هاي كلهم طبعا رواتب، وكذلك طبعا الرواتب المزدوجة اللي ممكن أن تعوض إذا نريد نعوضها بالأشهر القادمة، إذا ما نريد نعوضها الآن ممكن أن يكون هنالك قرار. يعني ما ذنب المواطن الآن بدون راتب وغيره ممكن أن الراتب ماله يمكن يكفي شهرين أو ثلاثة، يعني واللي يأخذ 500,000 الآن نقول له أصبر، يعني هل هذا عدالة؟ هل تعتبر هذه عدالة؟ الآن يجب على الحكومة أن تتخذ قرار من الآن. يعني ما عندي وزير المالية يجب أن يضع حلول حاليا، ممكن أن يستشير خبراء في هذا المجال، خبراء في السياسة المالية، خبراء في السياسة النقدية، أيضا البنك المركزي يجب أن يتحرك أيضا. إضافة لهذا عندنا ما يقرب من أكثر من 30 تريليون دينار عملة لدى البيوت، يعني الناس ما يخلون فلوسهم بالمصارف، هاي ممكن أن إذا وضعت في المصارف ممكن أن تشجع الاستثمار، ممكن أن تكون سيولة لدى المصارف. ليش ما يخلي يعني هاي مسألة الاكتناز نسميها، هاي مسألة الاكتناز مسألة خطيرة جدا، يعني وكأنما مجمدين هذه الأرصدة، لا مخلينها تشتغل ولا مخلين الدولة تقترضها من المصارف. نعم، أيضا ولا مواطن أيضا مستفاد منها. نعم، نتيجة البيروقراطية الإدارية للمصارف. نعم، هناك أيضا حديث أستاذ فالح عن وجود أموال عراقية ضخمة موجودة في البنوك الأمريكية، ما مدى صحة هذه المعلومة وعلى عجالة لو سمحت؟ وإحنا يعني نشرحها بشكل مبسط. العراق من يبيع النفط الأموال دولارات ما تجي للعراق، تروح إلى صندوق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك تعطى هذه الدولارات إلى البنك المركزي، والبنك المركزي يحول هذه الدولارات إلى دنانير ويعطيها إلى وزارة المالية، وزارة المالية توزعها كرواتب وكمصارف الدولة. طبعا هذا بشكل مبسط، هي مو بالبساطة. نعم، فهذا يعني هذا اللي يجري الآن من بيع النفط إلى الخارج. فاعتمادنا على النفط، يعني الآن ما عندنا مصدر للدولار، خلينا نحكيها بصراحة، غير البنك المركزي. نعم، نأمل أن تحل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. أشكرك جدا أستاذ فالح الزبيدي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. عقب الإعلان عن إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا،
هبوط قوي في مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والآسيوية. الصحة العراقية تحذر مجددا وترجح ارتفاع الإصابات إلى 10,000 حالة يوميا، والصحة العالمية تؤكد بأن لا نهاية قريبة لفيروس كورونا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة على تويتر أنه ثبتت إصابته بالفيروس وسيبدأ بعملية الحجر الصحي. وفي وقت سابق كشف ترامب أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بكورونا. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن. وفي تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أعلنت ميلانيا ترامب أنه كما أصيب الكثير من الأمريكيين بكورونا هذا العام، فإنها والرئيس الأمريكي يخضعان للحجر الصحي في المنزل بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، وأضافت أنهما بخير وقاما بتأجيل جميع الارتباطات القادمة. هوت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم فور الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة بعد أن أكد ترامب إصابته بفيروس كورونا بحسب ما ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. الصحة العراقية تحذر مجددا وترجح ارتفاع الإصابات إلى 10,000 حالة يوميا، والصحة العالمية تؤكد بأن لا نهاية قريبة لفيروس كورونا. في ملف فيروس كورونا، أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس المستجد أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 34 مليونا و330 ألفا و675 حالة. وبحسب بيانات رسمية فإن أعداد الوفيات تجاوزت 1,021,200 شخص، مبينة أن عدد المتعافين تجاوز 25,500,000 حالة. هذا وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا. هذا وأعرب مسؤولو إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية عن قلقهم من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس. المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري قال إن الجائحة أظهرت أن تأهب العالم للاستجابة كان دون المستوى المطلوب بكثير، وأن المنظمة لا ترى أي نهاية للجائحة تلوح في الأفق حتى اللحظة، وأن 3 بلدان فقط من دول الإقليم أبلغت هذا الأسبوع عن 58% من الحالات الجديدة، وهي العراق، إيران والمغرب. كما أبلغ بلدان 2 فقط عن 66% من حالات الوفاة هذا الأسبوع، وهما إيران والعراق. مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الرديني، أخصائي طب الأسرة. أهلا بك دكتور. نتحدث عن التحذيرات الصادرة الآن من وزارة الصحة وخلية الأزمة الصحية في العراق، وأيضا بصورة عامة في العالم تقول أن الموسم القادم هناك ارتفاع، هناك يعني جرس انذار خطر كبير. حدثنا أكثر من وجهة نظر طبية عن هذا الموضوع.
مساء الخير وجمعة مباركة. تفضل. على مستوى العالم مع انخفاض درجات الحرارة هنالك شهدنا ارتفاع بنسب عدد الإصابات في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا في إسرائيل في الأردن في أوروبا هنالك ارتفاع بنسب عدد الإصابات وهذا يؤشر لربما لموجة قادمة ثانية ولكن هو ما يلاحظ أنه أيضا نسب الوفيات كانت محدودة نوعا ما بالمقارنة مع بداية الوباء أو الموجة الأولى محليا في العراق لا أعتقد سنصل إلى موجة ثانية لدينا موجة واحدة وهي في تصاعد مستمر إلى أن نصل إلى القمة ثم بعد ذلك نبدأ بالانخفاض بعد إن كانت باللقاح أو إن كانت باكتساب المناعة المجتمع ككل حقيقة أنه نخشى من عدد الإصابات على اعتبار أن هنالك جهوزية تامة لوزارة الصحة من توفير أسرة وإنعاش وأدوية وأكسجين ولكن نخشى من خطر وحدة هذا الفيروس وخطورة هذا الفيروس ممكن تكون أكثر في الشتاء وهذا اللي نخشى. طيب دكتور يعني أنت ذكرت أن مؤشرات في دول مجاورة أو دول عالمية هل يعني ثبت الآن أنه في فيروس كورونا ممكن أن يقاس على بعد المسافة مثلا أن ندق جرس الخطر في العراق لمجرد أنه في الدول الإقليمية هناك ارتفاع مع الإشارة إلى أن هناك شبه إغلاق بالحدود والزيارات بين الدول يعني ليس كما كانت قبل كورونا أي السفر والسياحة لماذا نقيس أو نعلن الخطر بمجرد أن الدول الإقليمية أو الدول القريبة فيها ارتفاع لا ما ممكن القياس بهذا المجال نحن نقيس بانخفاض درجات الحرارة الوضع لدينا في البلد يختلف تماما على اعتبار أنه هناك في الأردن على سبيل المثال كان هناك إجراءات صارمة في قضية الوقاية الصحية ومنع التجول وغيرها وبالتالي سيطروا على عدد حالات الإصابات لكنه زيادة انتشار هذا الفيروس مع انخفاض درجات الحرارة ربما كان مؤشر كبير في زيادة عدد حالات الإصابة لديهم حتى في أوروبا أما في العراق الوضع تماما يختلف نحن نخشى من تحول الحالات من الدول المجاورة والإقليمية للعراق إنما نخشى من أنه ممكن أقول أنه انخفاض درجات الحرارة تجعل الفيروس أكثر حدة وأكثر خطورة لا نقيس العراق لدينا الكثير من الإصابات ونسب وفيات منخفضة مقارنة بدول العالم ولكن تحول إلى أخطر في فترة فصل الشتاء ممكن هذا اللي يقلقنا نوعا ما مع طول الوضع الحمد لله والشكر يعني قارنا في دول كثيرة كان هنالك لربما فوضى في المجال الطبي العراق مستقر الوضع من حيث توفير الأجهزة المستشفيات المؤسسات الصحية الأكسجين العلاجات خبرة الكوادر الطبية أصبحت أكثر بالتعامل وهذا لا نخشاه إنما نخشى من تحول الفيروس يكون أخطر بانخفاض درجات شكرا لك دكتور أحمد رديني أخصائي طب الأسرة كنت معنا في هذه النشرة إذن يبدو أن ناقوس الخطر بدأ يقرع من جديد خاصة مع تحذيرات وزارة الصحة المتكررة من تفشي كورونا في العراق وبشكل كبير هذه التحذيرات صاحبها إعلان خلية الأزمة النيابية عن إمكانية الوصول إلى أكثر من 10,000 حالة يوميا خلال فصل الشتاء في حال استمر تجاهل التوصيات نتابع كورونا في تزايد قد يتعدى حاجز 10,000 إصابة يومية وتحذيرات من دخول العراق موجة ثانية للفيروس بسلالات مختلفة وسط ترجيحات بإمكانية إعادة فرض الحظر الشامل للتجوال في حالة تزايد أعداد الإصابات فوق المتوقع ما زالت نسبة الإصابات عالية وهذا مؤشر على أنه هناك تهاون كبير من قبل المواطن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وهذا شيء مقلق ولا سيما ونحن مقبلون على الزيارة الأربعينية نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر بخير وسلام فلذلك اليوم بالرغم من تحسن البنى التحتية لوزارة الصحة وتوفير كل الإمكانيات العلاجية والتشخيصية ولكن نسبة الإصابات ما زالت عالية ولا سيما ونحن مقبلون أيضا على موسم الشتاء يبقى العامل المحدد حقيقة هو التزام المواطن ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي متوقعين حدوث موجة ثانية من زيادة الأعداد بالكورونا فيروس هذه الموجة تتزامن بشكل رئيسي بالموسم الشتوي القادم اللي متوقع أنه يشهد زيادة في بعض الأعداد خلال شهر تشرين الأول وتشرين الثاني متوقع أن ترتفع
الإصابات إلى أكثر من 10,000 إصابة يوميا. المسؤولون في اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة الصحة بجهد استثنائي متواصل لاحتواء حالات ازدياد أعداد الإصابات الحاصلة، وعزوا الزيادة إلى تهاون المواطن وعدم التزامه بالتعليمات الوقائية الصحية، خاصة وأن حالات الإصابة دخلت مرحلة الإنذار الصحي. كانت هناك قرارات مهمة للجنة العليا، وطبعا وزارة الصحة دخلت في مرحلة إنذار صحي إذا صح التعبير، لدعم الزيارة بكل طاقاتنا من سيارات الإسعاف، من الأطباء، ومن عدد التشخيص وعدد الوقاية وفرق التوعية والتثقيف الصحي. نتوقع أن يبدأ لا سمح الله في حال استمرار عدم الالتزام وعدم توفر عدم إنتاج اللقاح على مستوى دول العالم، ستكون هناك زيادة في عدد الإصابات وأيضا زيادة في فعالية الفيروس وتكون الأعراض أكثر شدة. إجراءات عاجلة تم البت بها في مواجهة ارتفاع معدل الإصابة بإنشاء 4 معامل رئيسة للأكسجين الغازي، وبذا سيستغني العراق عن استيراده من الخارج، إضافة إلى توفير العدد المختبرية والأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية النقص الحاصل في المؤسسات الصحية. من بغداد، سحر الإبراهيمي، العراقية الإخبارية. نشرت جمعية الهلال الأحمر في محافظة المثنى العشرات من المفارز الطبية على طول الطريق المؤدية إلى كربلاء، وذلك لتقديم الدعم الصحي ضمانا لعدم انتشار فيروس كورونا خلال مراسم الزيارة. مراعاة الجانب الصحي والحفاظ على سلامة الزائر من أولويات الفرق الطوعية في المثنى التي عملت على مدى أيام للانتشار في طريق الزائرين من خلال المفارز الطبية لتقديم خدمات متنوعة. اليوم نشهد أنه قدمت الخدمات الإنسانية لزوار 40 الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في فرع المثنى الذي دائب على تقديم هذه الخدمة بواسطة مفارزه المنتشرة على طول الطريق. طبعا بالنسبة للمفارز الموجودة هنا، المفرزة الطبية وتابعة للهلال الأحمر، جهودهم مشكورة، يعني بدأوا بعلاج الزوار الناس اللي جاي تمشي وما قصروا الصراحة يعني. وتعمل الكوادر الصحية على توفير أنواع العلاجات والأدوية المهمة، فضلا عن الدور التوعوي والتثقيف الخاص بجائحة كورونا في كيفية الحفاظ على صحة الإنسان. عملنا داخل المحافظة للحد من جائحة كورونا، أما الآن في الزيارة الأربعينية قم تقديم الكمامات والشفوف للزائر والنصح والإرشاد من جائحة كورونا. مساهمة وجهود كبيرة من الفرق الصحية التي وضعت خطة صحية متكاملة لحماية الزائرين، فالتحدي الصحي يعد الحدث الأبرز في زيارة الأربعينية لهذا العام بعد انتشار جائحة كورونا. خدمات طبية وصحية متنوعة تقدمها المفارز المنتشرة على طول طريق الزائرين، منها الإسعافية والعلاجية. للعراقية الإخبارية علي كريم، المثنى. توفي الأب الروحي للديانة الأيزيدية البابا شيخ خرطو حجي إسماعيل في إحدى مستشفيات إقليم كردستان، ويعتبر بابا شيخ المرجع الديني للأيزيديين والأب الروحي لعموم الطائفة الأيزيدية في العراق والعالم، حيث توفي عن عمر ناهز 87 عاما في إحدى مستشفيات أربيل في إقليم كردستان، وتجرى استعدادات خاصة لنقل جثمان البابا شيخ إلى مدينة شيخان بمحافظة دهوك، حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه وفقا للمراسيم الدينية للديانة الأيزيدية. وفي خبر آخر، توفي شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب، أحد أبرز الإعلاميين العراقيين المخضرمين الذين تركوا بصمة في ذاكرة الشعب العراقي والعربي. نهاد نجيب المولود في كركوك عام 1949، والذي عرف بصوته الرخيم المتميز، وتخرج على يده العديد من المذيعين العرب في الكويت وليبيا والجزائر، توفي في تركيا بعد معاناة مع المرض،
تاركا إرثا وتاريخا وصورة رائعة ستظل راسخة في أعين العراقيين وأسمائهم.